نبتدي مثلا معاك بتصريح كينو، مهاجم او لاعب جناح مميز جدا، كان مع بيراميدز السنه اللي فاتت وموجود طبعا. اعاره مع الجزيره الاماراتي، وان هو بيفضل اللعب للنادي الاهلي او الانتقال للنادي الاهلي. رايك كيف التصريح ده؟ طبعا يعني كينو من اللاعبين المميزين اللي اثبتوا جداره كبيره جدا في الموسم اللي شفناه هنا في الدوري المصري، كان لاعب فارق، لاعب ليه بصمه، لاعب عنده قدرات فنيه عاليه جدا، بدنيه عاليه جدا، لاعب برازيلي عنده الطبع البرازيلي اللي موجود الحقيقه، لاعب من اللعيبه الثقيله جدا اللي جت لعبت في الدوري المصري، متعنا بيه السنه اللي فاتت. الحقيقه كان ليه دور كبير جدا مع فرق بيراميدز والنتائج اللي حققها بشكل كبير جدا يعني. بدليل ان هو طبعا يعني اكتر من نادي كان عايز ياخده، وراح في النهايه تقريبا الحال الى فتره اعاره في الجزائر الاماراتيه. طبعا يعني اي نادي في مصر يتمناه، يعني مؤكد ان اي نادي في مصر هيكون كينو اضافه ليه يعني بدرجه كبيره جدا. يعني انا شخصيا اتمنى لو لعب في النادي الاهلي ما فيش مشكله خالص يعني، ولو جينا الاهلي هيكون اضافه كبيره جدا موجوده. فمن اللاعبين المميزين كونه انه يقول ان انا افضل ان انا العب للنادي الاهلي في مصر، فهو ده دليل ان هو يعرف قيمه الاهلي وقدر الاهلي. واعتقد ان اي حد بيعيش في مصر او بيلعب في مصر بيعرف القيمه الكبيره جدا للنادي الاهلي، القيمه الجماهيريه والشعبيه والفنيه والاداريه والاستقرار اللي موجود في النادي الاهلي، ده بيغري اي لاعب ان هو يكون موجود في النادي الاهلي يعني. كويس. طيب في نفس الوقت بتلاقي مثلا لعيب زي حمدي النجاز، لعيب مميز جدا، الراجل اعلن عن رغبته ان هو لو جاله عرض من النادي الاهلي هيكون موافق جدا. انا ماليش دعوه الاهلي هيقرر ولا مش هيقرر، دي حاجه ما تخصناش احنا، تخص المسؤولين وتخص طبعا مستر فايلر تحديدا يعني. لكن انا عايز اربط ده بايه يا استاذ اوسي؟ بتصريحات البعض دايما يقول لك لازم الاهلي يغير سياسته في التعامل مع اللاعبين وبالتحديد اللاعبين الكبار. طب يا جماعه ما هو الناس هي عايزه تيجي تلعب في النادي الاهلي، لعيبه كبيره زي حمدي النجاز وكينو، لعيبه تقيله جدا واضافه فنيه كبيره. فمن يعني منطلق الناس تتكلم في التصريحات دي، الموضوع ده غيظني جدا بصراحه يعني. لا يعني ايه الاهلي غير سياسته يعني؟ بالعكس، الاهلي يملك سياسه واضحه ومحدده في هذا الامر. سياسه يعني تقنع الجميع، السياسه المفروض تبقى موجوده في كل الانديه. النادي الاهلي دي نادي، ده مؤسسه كبيره جدا، وبيشتغل حتى جوه النادي بنظام المؤسسه، بحيث ان كل قطاع ليه صلاحياته اللي موجوده. فانا لما بقى جايب مدير فني، انا مش هجيب المدير الفني ده وافرض عليه الاوسي وامير وسين وصاد وضاد، افرض عليه لعيبه، بالتالي مش عارف احاسبه في النهايه. كويس. انت يا عم عايز مين؟ انا عايز 1 2 3 4 زي ما حصل في الاربعه اللي كانوا موجودين في النادي الاهلي. هو قال انا عايز وليد سليمان واحمد فتحي والتانيين شريف اكرامي خد قراره والكابتن عصام عاشور، عمرهم السنيه كبيره اهو، وبتاع احمد فتحي 35 وداخل في 36 ووليد كذلك. ده المدير الفني اللي بيقول ده بالظبط، فاداره النادي الاهلي بتعمل ده، فاداره النادي الاهلي صدقت على ده وبدات تتفاوض مع ده. والاهلي طول عمره على مدار تاريخه، ما بقول لك على مدار تاريخه ده بيبقى موجود في النادي الاهلي من ايام الاربعه الكبار الشهيره، كابتن طاهر ابو زيد، وكان الكابتن انور سلامه، كابتن انور سلامه خد القرار واداره الاهلي اعتمدته، وما تلا ذلك حتى المرحله الاخيره. فمحدش يقعد يزايد على النادي الاهلي، لا اداره الاهلي بتمشي ولا اداره الاهلي بتجيب، اداره الاهلي جايبه مدير فني بتحترمه وبتقدره وتثق في قدراته، ان هو يعني هو اللي هيعمل فرقه للنادي الاهلي وبيبني فرقه للنادي الاهلي، وان هو اللي هيحقق طموحات جماهير النادي الاهلي. كيف ان اطالب هذا المدرب بتحقيق طموحات وامال الجماهير وتحقيق الامال اللي عايزها النادي الاهلي وافرض عليه لعيبه هو مش عارف يستغلها؟ ايه الهدف من تصدير الصوره بشكل خاطئ عن النادي الاهلي يا استاذ؟ في ناس يعني في ناس دايما هدفهم ان يشوه حاجه موجوده كويسه موجوده في البلد يعني. ده ناجع عند بعض الناس، عايزين يدوا انطباع ان الاهلي هو بيتعامل بشكل سيء جدا مع لعيبه. طب ما عندك امثله كتير، انا قلت في بدايه الحلقه ابو تريكه وائل جمعه وبركات والناس كلها هتثق في النادي الاهلي طبعا يعني. هذا الانطباع يعني معروف من اللي بيصدره، معروف الهدف من تصديره، لكن النادي الاهلي يظل قائما كمؤسسه عريقه في هذا الاتجاه، مؤسسه تحترم الاجهزه الفنيه، تحترم راي المدير الفني، تحترم رؤيه المدير الفني. لو المدير الفني متمسك باي لاعب بيظل اللاعب متمسك بيه، لو المدير الفني حتى طلب لاعب من بره الاهلي بيجري مفاوضات معاه باقصى ممكن، بيحاول يجيبه بالظبط. في لاعب موجود فايلر عايزه فالاهلي بيبدا يجدد معاه، فشل المفاوضات خلاص مفيش مشكله بالزبط. في الحاله دي ما بيدي حيله يعني، لكن الاهلي لا يتدخل في الامور الفنيه على الاطلاق في المدير الفني، وده نهج موجود في النادي الاهلي منذ سنوات طويله وعقود يعني. فما فيش حد يزايد على النادي الاهلي في هذا الاتجاه، لان النادي الاهلي مؤسسه قائمه تشتغل وتعمل وفق ضوابط واضحه ومحدده يعني. هو واضح ان في اتجاه يعني، بس في نفس الوقت كل ثقه في جماهير النادي الاهلي ان هم عندهم قدر كامل من الوعي بخصوص سياسه النادي الاهلي وثوابت النادي الاهلي اللي ماشي عليها دايما. بص يا كابتن امير، يعني يمكن الاتجاه ده موجود وبقوه في الايام اللي موجودين موجود فيها دي. موجود صح؟ وزاد اكتر في الايام اللي موجود فيها دي، الايام الحاليه دي اللي هي الايام اللي انا بسميها ايام الافلاس الرياضي.
ان ما فيش عندك داتا بتشتغل عليها بالزبط. يعني خصوصا مفيش اخبار خصوصا في المجال الاعلامي في السوشيال ميديا، فحتى بنشوف عدد كبير جدا من الحوارات اللي بتجرى مع معظم القيادات والشخصيات المصريه في كل القنوات والمداخلات دايما بتنبش في الماضي وبتجيب لنا مواقف وذكريات وحكايات، ماشي جميل جدا يعني الكلام ده كله، لكن يا ريت يعني ما حدش يخش يحاول يشوه حاجات قايمه وبتشتغل بشكل جيد وبشكل مميز. النادي الاهلي متصدر الدوري بفرق كبير جدا، هو قبق وسنة وادنى لحسم البطوله، نصف نهائي دوري الابطال، ماشي بشكل قوي بشكل مميز، عنده اهداف وطموحات كبيره جدا شغال عليها عايز يعملها. اعتقد ان المفروض يعني بدل ما هد في مؤسسه كده ادعم في هذه المؤسسه، تلاقي واحد بيتكلم لك عن مين الاكثر شعبيه في افريقيا ولا دلوقتي الاهلي ولا الزمالك ولا مش عارف مين، مين النادي اللي مش عارف ايه، حاجات كتيره جدا بتظهر وافكار كتيره جدا بتظهر، وواحد بيستحضر لك مواقف غريبه جدا بتيجي من عشرات السنين يعني.